على الديسكو أمين تي في داخل المغرب وخارجه. مرحبا، رمضان كريم. تعقد غرفة التحكيم والوساطة ندوة علمية رقمية في موضوع ظاهرة الطلاق بالمغرب، قراءات متعددة، الجزء الثالث. ليلة يوم الجمعة 29 أبريل 2022، انطلاقا من الساعة 22 ليلا، بمشاركة الدكتور يونس قبيبشي، أستاذ باحث بكلية الحقوق مارتيل جامعة عبد الملك السعدي. الدكتور عبد الواحد الحسيني، أستاذ فقه الأسرة والمدونة جامعة مولاي إسماعيل. الدكتور حسن رقيق، كاتب ووسيط أسري. الدكتور محمد المبطول، باحث بسلك الدكتوراه في القانون الخاص جامعة محمد الخامس. تسيير الجلسة، الدكتور قدير المكي، مدير غرفة التحكيم والوساطة. تتابعون أشغال هذه الندوة مباشرة على المنصة الرقمية للغرفة www.facebook.com/القانونية.info. للاشتراك في قناة ديسكو أمين تي في لا تنسوا الضغط على لايك أي جيم وتفعيل جرس ليصلكم الجديد، وشكرا.